أجواء الارتياح البادية على وجوه أهل الحكم وفي تصريحاتهم بعد توقيع مرسوم بدل النقل والمنح المدرسية توحي وكأن الوزير السابق شرب النحاس كان وحده المشكلة، وبأن استئصاله من الجسم الحكومي سيجعل مجلس الوزراء منتجا، علما أن وزارة العمل بإسناد حقيبتها إلى الوزير الجريساتي ستبقى فارغة، لأن ضخه في الحكومة هو مشروع حزب الله الذي يريده وزيرا مضادا للمحكمة الدولية، إضافة إلى أن العماد عون اعتبره وزير عدل الظل والمرجعية التشريعية العليا في الحكومة. أما الاتفاق الشفهي على إيجاد حل للمليارات التي صرفت في الحكومات السابقة منذ العام 2005 وأعطاء الضوء الأخضر للحكومة الحالية بالإنفاق، فدون تنفيذه عقبات كثيرة كعدم الاتفاق على التعيينات وعلى توزيع الحصص في الإدارة. هذه المعضلة التي رأى الرئيس سليمان أنها ناجمة عن ذهنية المحاصصة المذهبية والفئوية التي تعوق انطلاق عجلة الدولة. أما في الشأن السوري فقد انقسمت الآراء العربية والدولية والمحلية حول نتائج مؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد في تونس بين شاجب لمقررات المؤتمر لعدم تضمينها آليات تنفيذية تضع حدا للمجزرة التي يرتكبها النظام وترغم الأسد على التنحي على الطريقة اليمنية وتقوده المملكة العربية السعودية، وبين مؤيد لمقررات المؤتمر لرفضها تدخل الأجنبي في سوريا. أما المرتاح الأكبر لمقررات تونس فهو النظام السوري الذي رأى فيها خيبة جديدة للأطراف المتآمرة على سوريا. لبنان أيضا منقسم حول الشأن السوري. العماد عون المرتاح أعلن في حديث لقناة الكوثر الإيرانية أن معركة حمص هي المرحلة الأخيرة من المواجهة، فيما اعتبر النائب جنبلاط أن الأسد مصاب بجنون العظمة. حمص في هذه الأثناء تغرق في دم الأبرياء وأنين الجرحى والجياع يصم الآذان والمدافع تدكها بلا رحمة. وسط هذا المشهد التراجيدي السريالي يستعد النظام لإجراء الاستفتاء على الدستور غدا الأحد.